في جنوب شبه الجزيرة العربية تقع جمهورية اليمن. هي دولة فتية تأسست عام 1990 بعد توحيد اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي الذي كان مستعمرة بريطانية، ولاحقاً جمهورية استوحت أسسها من الشيوعية. أصبحت صنعاء عاصمة الدولة الجديدة، وتبوأ علي عبد الله صالح رئاسة البلاد. سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة هم من المسلمين السنة بغالبيتهم، ولكن في شمال البلاد ثلث السكان هم من الزيديين، وهي فرقة شيعية يتحدر منها الحوثيون. واعتباراً من العام 2004 شهدت صنعاء ثورة للحوثيين في شمال البلاد أرادوا من خلالها التنديد بتهميش الزيديين. أما في الجنوب فقد واجهت الحكومة حركة انفصالية من جهة وجهاديي تنظيم القاعدة من جهة أخرى. عام 2011 وفي أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي عرفت بالربيع العربي، دلعت تظاهرات دموية في صنعاء أدت إلى تنحي الرئيس صالح، وانتخب عبد رب منصور هادي رئيساً في 2012، إلا أنه فشل في بسط الاستقرار في البلاد. عام 2014 تمكن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على صنعاء ليشنوا فيما بعد هجوماً باتجاه عدن. إثر ذلك اختار الرئيس هادي المكوث في السعودية التي تعد من أبرز حلفائه. واتخذ النزاع طابعاً دولياً، ففي مارس 2015 قادت السعودية تحالفاً عربياً لوقف تقدم الحوثيين المدعومين من الرئيس السابق صالح. البلاد التي باتت على شفير الانهيار غالباً ما تتعرض لهجمات متكررة ينفذها تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية. إلى ذلك توثق الأمم المتحدة منذ العام 2015 الحصيلة الإنسانية الكارثية للنزاع الذي حصد حياة آلاف المدنيين. ومع تعثر وصول المساعدات إلى البلاد بات أكثر من 17 مليون شخص يعانون من سوء التغذية.